معكم إيمي ويومياتها في المطبخ من الأسكندرية. النهاردة أحلى تعاون مع أحلى قناة. النهاردة بكلمكم في قناتي عن الطبخ وعن البشرة وعن الشعر، وبقدم لكم حلويات لذيذة وطواجن كمان، وبعمل لكم ريفيوهات عن أجهزة المطبخ، وكمان بعمل لكم مشويات جميلة وفطاير مجنونة، وكمان بقدم لكم أحلى أكلات من الدول العربية، وكمان بعلمك إزاي تصبغي شعرك وإزاي كمان تعملي الباديكير، وبعمل لك إبداعات من إبداعات إيمي. يا رب قناتي تعجبكم، وكمان بعمل لكم ديكورات جميلة، بوريكوا ديكورات جميلة في شقتي. تابعوني. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معاكم من قناه بيتي مع ملكه حياتي. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الرقاق بطريقه حلوه قوي، رقاق باللحمه المفرومه. بس يا ريت قبل ما ابتدي، لو مش مشتركين في القناه دوس على الزرار الاحمر مكتوب عليه اشتراك، ويا ريت فعلي الجرس عشان يوصلك كل اللي انا بقدمه. وكمان لو عجبك الفيديو دوسي لايك. يلا بينا نبتدي. هقول لكم المقادير. معايا هنا شوربه، دي شوربة بط، هي المتوفرة، قصدي شوربة حمام، دي متوفرة عندي دلوقتي لان هعمل جنب الرقاق حمام. وهنا زيت نباتي، وهنا لحم مفرومة معصجاها، وطبعا الرقاق بتاعي. انا دلوقتي هو بعصج اللحمة المفرومة بتاعتي، حطيت البصلاية شوحتها شوية لغاية بس ما اصفر كده، بعدين نزلت باللحم المفرومة وحطيت الملح وحطيت الفلفل الاسود اهو. هعصجها يعني عادي بالطريقة العادية بتاعتنا. انا بسقي كل ورقة رقاق بالشوربة طبعا، حاطة دي صينية، دي هسقي فيها والتانية دي هرص فيها. انا هحط 4 رقات رقاق تحت، وبعد كده الحشو، وبعد كده 3 من فوق. بين كل طبقة والتانية هدهن زيت. انا هدهن زيت كده هنا في الصينية دي. دلوقتي هحط اللحم مفرومة. هكمل بقية الطبقات دي كده برضو، هحطها على الوش. وبعدين زيت برضو. كده الصينية خلاص خلصت معايا، هدخلها فرن سخن في الرف الوسطاني لمدة حوالي 20 دقيقة لحد ما وشها يتحمر معايا. الرقاق خلاص طلع من الفرن اهو، خد حوالي 1/3 ساعة لحد ما وشه احمر كده وبقى جميل وهو دافي كده. بقى هنجيب صينية تانية او ورقة فويل ونغطي وش الرقاق بتاعنا علشان خاطر يبقى طري معانا. نسيبه شوية يهدى كده وبعد كده نقدمه، هيبقى طري وجميل جدا. يا رب يا بنات الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ولو عجبكم ياريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل اللي انا بعمله. والسلام عليكم.